استكمل المجلس القومي للمرأة ببني سويف مبادرة تحدي تجديف نهر النيل في إطار برنامج تحويشة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي البرنامج بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة والبنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا. وينفذ هذا البرنامج داخل 13 قرية بمركز ببا وناصر بالمحافظة ضمن حياة كريمة، ويستفيد منها 28 ألف سيدة. بينفذ المجلس القومي للمرأة في محافظة بني سويف اليوم اللقاء الخاص ببرنامج تحويشة اللي أطلقه المجلس القومي للمرأة لمجموعات الاقتراض والادخار الرقمي في احتفالية المرأة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2022. احنا المحطة السادسة أو المحافظة السادسة اللي بتنفذ هذا اللقاء لدعم السيدات العضوات في المجموعات الرقمية الادخار والإقراض الرقمي. كنا حابين باسم السيدات اللي في المجلس القومي واللي داخلين مجموعة الادخار بتاع برنامج تحويشة يحب يشكروا السيد الرئيس على برنامج تحويشة وازاي ان هو ساعد الستات ان هم يقدروا يدخروا اكبر قدر من المبالغ المالية اللي بيقدروا يستعملوها بعد كده في ان هم يقدروا يكملوا مشاريعهم كاملة ويعملوا بها مشروعات تكون ليهم تنمية مالية في العموم. المشروع بتاع تحويشة هو احد مشاريع تنمية الأسرة في المصر، تنمية الأسرة المصرية، وده مشروع قومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. العلاقة بين تحويشة وبين تحدي نهر النيل هو نفس التحدي ببساطة، إن احنا النهاردة لما بنعمل حاجة في تجديف نهر النيل كل قطفة بناخدها هي بتحركنا في اتجاه الهدف بتاعنا. فكذلك تحويشة هو برنامج بيعلم السيدات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في للمرأة المصرية، وان هي ازاي تكون تقدر تعتمد على نفسها وتروح في الاتجاه اللي بعده، ان هي تقدر تبقى عندها مشروع يخصها وازاي تتعامل مع الشمول المالي والتكنولوجيا الماليه.